الغربال مكافات السماء بصوا تشعر انه ربنا بيبارك خطوات النادي الاهلي ربما لانه حريص انه يمشي صح حريص انه ما يتجاوزش حريص انه يعمل كل حاجه بالشكل الصح حتى لو كانت النتيجه ممكن تعافر او تعاكس لكن في النهايه انت الى حد كبير ماشي صح على الأقل في منظومة القيم والأخلاق وعلى الأقل ارتباط الملايين العريضة بره وجوه بيك وجدانيا وعاطفيا ربنا سبحانه وتعالى بيكافئ النادي الأهلي لأجل إسعاد هؤلاء لأنه فعلا الأهلي بيبيت الناس فرحانة ومبسوطة ومتهنية وأحيانا نتيجة مباراة يعكر مزاجها ويضايقها في الحالتين السبب الاهلي لكنه وجد سريعا اسباب الفخر بسرعه جدا يلاقي ان هو فعلا نهض النهضه اللي تخلي الناس تفخر بيه. فتيجي المكافاه من السماء مش من فراغ ابدا. انه الاهلي لما يحيق بيه ويحاط بكل المؤامرات اللي حصلت في ابعاده عن دوري ابطال افريقيا النسخه اللي فاتت وانه يعني يحرم ويظلم من أهل بلده من اتحاد اللعبه عشان يكون مضطر انه يروح يلعب الفاينل في أرض المنافس في أمر بقول لكم شديد الإجحاف فتيجي مكافآت السماء انه المغرب يروح يتألق في كأس العالم في منتخب المغرب في قطر فالفيفا يكون سعيد وممتن للمستوى المغربي المغرب يبقى عندها طموح تنظم كاس العالم للانديه الوداد البطل فلاحه تجيب الأهلي يشارك في البطوله التي حرموه منها اللي اهل بلده حرموه منها ما كانش في مكافاه اجمل من كده وعلى نفس الارض اللي المفروض كان يجي يلعب فيها الفاينل او اللي اضطر انه يلعب فيها الفاينل من مباراه واحده دي ما كانش ليها حاجه الا انه ربنا عايز الناس الكبيره العريضه العظيمه من جماهير الاهلي تفرح وتفخر وتسعد بفريقها فيروح الاهلي يشارك في هذه النسخه الاستثنائيه اللي اقحم فيها اذ فجاه عشان يظهر بالمظهر اللي كلكم شفتوه واللي الناس احترمته عليه حتى وهو بيخسر من ريال مدريد او من فلامينجو. وقفت عند كده؟ لا. كانت بطوله كاس العالم للانديه إحنا تعودنا تاريخيًا إنه الدوري بطولة الأهل المفضلة. فإذا بدوري أبطال أفريقيا تغير منها فتدخل تبقى دوري أبطال أفريقيا الأميرة السمراء بطولة الأهل المحببة. فيجمع الأهل بين المفضلة والمحببة البطولتين اللي جمهور الأهلي ما بيقبلش أبدًا التنازل عنهم أو التفريط فيهم. تدخل رقم ثلاثة كأس العالم للأندية عشان تكون البطولة المرغوب فيها دايما بطولة الحلم الأهلاوي انت بتبقى عايز تاخد بطولة أفريقيا عشان تتواجد بين عظماء العالم في اليابان شفتوا الأهلي ساب بصمة ازاي في كل دولة نظمت البطولة شفتوا الجالية المصرية والجماهير الأهلوية في كل حتة في أبو ظبي في الدوحة في أغادير في المغرب دلوقتي في طنجة النسخة الأخيرة كلها مدن شهدت بتفوق الاهلي وتوهجه في كاس العالم للانديه واذ فجاه في كونجرس الفيفا يتقرر انه لا كاس العالم للانديه هنغيرها هتغيرها ازاي يا مستر جياني انفنتين وقالك هنخليها زي كاس العالم بتاعه المنتخبات بدل ما بناخد خمس ست فرق لا هناخد 32 فرقه والراجل شايف انه دي بطوله على المستوى الفني هتنافس كأس العالم للمنتخبات بل انه البعض شايف انه ممكن تبقى اقوى. ليه؟ لان انت كل فريق هيبقى عنده كوكتيل من نجوم العالم. الارجنتيني مع البرازيلي مع الالماني مع الفرنسي مع الالماني في فرقه واحده في بطوله اوروبا مثلا. ويقول لك خلاص دي 32 فريق. طب وزعهم. لما يوزعهم يقول لك افريقيا ليها اربع مقاعد. طب هتجيبهم ازاي يقول لك هنبدا بعشرين واحد وعشرين بطل نسخه عشرين واحد وعشرين عشرين اتنين وعشرين عشرين اربعه وعشرين الاربعه دول في ابطال افريقيا وفي ابطال اسيا اسيا عندها اربع فرق برضو وامريكا الشماليه عندها اربع فرق فالفيفا يطلع في البيان بتاعه على موقعه إن القارات ذات المشاركة المقاعد الأربعة هناخد أبطال الدوريات القارية عندها ابتداءً من 2021 فتكون مكافأة السماء الغالية جداً للأهلي إنه يكون هو بطل نسخة 2021 ليه؟ عايز عايز أقف هنا ليه؟ آه. إيه؟ هي مكافأة لمين؟ آه. للمستحق آه. طب أنت لو مش بطل مش حد هيبص لك. ما كنتش... لأ، ما كنتش هتشترك. طبعًا. هو ليه المعايير بتنطبق عليها بتوع المعايير اللي, اللي ما بتعجبهم ما هو ممكن يطلع لك واحد لو اتعامل بمعايير ثانية كان الأهلي ما اتخذش ما دي لعبة اه؟ اللي عايزين يلعبوا في الألقاب. يقوموا أيوه. يلعبوا في المعايير لأنها لا تنطبق عليهم. أيوه. فيجي، لكن ال... ال... المعايير لما بتتحط، بيلاقوا الأهلي، لأن الأهلي موجود بين أيوه. الكبار. أيوه. هو ده الجدارة. أيوه. هي دي الجدارة. لو لم يفز الاهلي ها أي. باتنين فاينل وبقى تاني في الثالث ما كانش هتنطبق عليه المعايير أي. إذن اذا الجداره موجوده أي. ليك انت والوداد ويبقى ويبقى بطل النسخه بتاعه السنه الجايه واللي بعديها اذا حصل يعني طبعا النسخه الجايه هيشارك فيها ابطال الدوري الاول والثاني ايوه بالنظام القديم اي هتشوف مين اللي هيبقى بطل عن افريقيا ساعتها بص رقم واحد الاهلي بطل 21 والوداد بطل 22 بطل 23 النسخه اللي بتتعمل دلوقتي بطل 24 النسخه اللي جايه خلاص 24 اخر نسخه للبطوله الحاليه هي النسخه اللي بتتلعب دلوقتي يعني بطل 23 هيشارك في 24 تقول لي طب كاس العالم ودي نقطه لازم نوضحها بقى لان في بطوله دخلت في النص. قال لك انا هعمل كاس العالم السنوية كاس العالم السنوية كاس العالم الجديده 2025 دي هتبقى كل اربع سنين. يعني زي كاس العالم للمنتخبات انما هيعمل بطوله خطافي كده سنويا. قال لك هيلعب ابطال القارات يعني طلع بطل افريقيا هيلعب بطل اسيا والكسبان ده ولا انديه؟ الاندية. 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 الانديه كل ده دلوقتي في الانديه دي بطوله هتتلعب سنويا بين ابطال القارات كلها مع بعض هيصفوا يطلعوا بطل البطل ده هيروح يلعب بطل اوروبا مباراه واحده في ارض محايده على كاس العالم السنويه يبقى دي بدل بطوله العالم دي القارات دي بدل بطوله العالم اللي شغاله دلوقتي بدل ما بيجمعهم كلهم ويجي بطل اوروبا وبطل امريكا الجنوبيه يلعبوا من السيمي فاينال قال لا هو بطل اوروبا هيستنى البطل اللي اللي هتفرزه منافسات ابطال القارات ولسه ما طلعش نظامها هل هيجمعهم ولا هل دي يا بطوله العالم السنويه للانديه السنوية للأندية آه. اه طيب انا فاكر المنتخبات لا لا انا كده بتكلم في الاندية مش في المنتخبات آه. خالص يبقى كل سنة فيه بطل القارة هيصفي لغاية لما يطلعوا فرقة يروح يلعب بطل اوروبا مباراة واحدة في ارض محايدة على كأس العالم السنوية انما كأس العالم للأندية اللي كل أربع سنين هيشارك فيها 32 فريق قلنا أفريقيا ودي اللي هتبقى جوازه جباره دي جوازه كبيره ودي هو عايز يطرحها مشروع انفنتينو في الدوره الجديده على انه ده هيكون موازي لكاس العالم للمنتخبات هنا في سؤال منطقي جدا افريقيا واسيا وامريكا الشماليه كل واحده هيشارك فيها كام اربع فرق طيب اللي هم هيبقوا ابطال اخر اربع نسخ في دور الابطال امريكا الجنوبيه ست مقاعد امريكا الجنوبيه ست مقاعد اوروبا 12 مقعد وعندك فريق من الاوقيانوس وعندك فريق البلد المنظم الدوله اللي هتنظم بطلها هيشارك كده 36 فرقه 32. 32 32 بص 12 اوروبا اه وسته امريكا الجنوبيه 18 18 اربعه افريقيا 22 أربعة آسيا 26 أربعة أمريكا الشمالية 30 واحد الاوقيانوس 31 وواحد البلد المنظم 32 هنا السؤال المنطقي قوي بقى ودي اللي اللي هيفكر افكر بيها المهندس عدلي لان ليها ارتباط مهم قوي طيب افرض البطل اتكرر يعني الاهلي كان واخد نسخه 2021 والوداد 22 طب نسخة 23 خدها الأهلي أو الوداد ونسخة 24 واحد منهم خدها يبقى أنا عندي اتنين هيروحوا مرتين ولا يعملوا إيه؟ أوروبا نفس الحكاية ال 12 نادي دول هيجيبوهم إزاي؟ قال لك هناخد من أوروبا الأربع أبطال بتوع من 21 لغاية 24 طب والثمانية قال لك هجيبهم من التصنيف بتاع الاتحاد الأوروبي للأندية بتاعته في آخر أربع سنين طب وافريقيا لو اتكرر نادي مين يحل محله؟ يروح هو بروحين يعني؟ قال لك لا نرجع للتصنيف بتاع الاتحاد الافريقي للانديه بتاعته وناخد حسب الترتيب يعني الاهلي دلوقتي اول التصنيف الافريقي سواء التراكمي او اللي من بدايه القرن الجديد او التصنيف الاخير اللي هو خاص باربع نصيحة بتلاقي الاهلي هو المتعرفة. نفس المعايير النقط اللي الناس احتجت عليهم واعترضوا عليهم واتهموا الاهلي بسرقه نادي القرن وراحوا لوزاره التموين وعلقوا يافطه وعملوا حاجات كتيره جدا ادي الاتحاد الدولي نفسه بيعتمد نظام الاتحاد الافريقي عن ذات المعايير اللي من القرن اللي فات طلعت الاهلي نادي القرن هي نفس الرولز نفس المعايير ماشيه لغايه دلوقتي فالاتحاد الدولي قال لك ايه هخلي كل اتحاد قاري يرجع للتصنيف بتاعه الانديه بتاعته في اخر نتائج اربع سنين ويختار لمين اللي عليه الدور يعني تعرفوا انه الاهلي لو ما كانش واخد نسبة برضو واحد 21 ممكن يروحوا له ويجيبوه بحكم قاعده التصنيف ايوه طب اذا كان اول التصنيف اللي هو الاهلي مشارك لانه بطل 21 يعني يقول خد اللي بعد منه يبقى ارواح آه يعني لا يعني هو هيخش خلاص اه صفته 21 طب لو كسب البطوله بتاعه اي سنه من الاثنين الجايين يبقى مقعدين يبقى هيروح لايه للتصنيف هيروح للايحه للي للي التصنيف لليحة التصنيف يلاقي اول تلاقيه برضو اول يروح واخد اللي بعده بقى. يروح واخد اللي بعده طب لا اللي بعده منه مثلا سي مثلا الوداد يبقى خد التالت يبتدي بقى بالطريقه دي فتبدأ بهذا الشكل اذا بصوا قيمه التصنيف اللي بيتصدره الاهلي عامل ازاي عشان كده بقول لكم دي, مكافئات السماء لا عن وبرضو دي آه مش لحظة حاسمة عشان تحسم الرغي والتدليس اللي بيحصل المفروض المفروض الناس تفهم لا مش انه اللي يبقى ما من الغرش خلينا نشتغل باهتمام بيه اه يعني وسيب الناس تشتم وسيب الناس تهاجم وسيب وللاسف الشديد اذا انجرت معاهم بعض آه يعني الناس من من بحسن نيه هنستحملهم برضه <applause> احنا اللي يهمنا النادي الاهلي يا استاذ ابراهيم صحيح طيب اخر المهندس عادل اشار لفكره التصنيف الاخر خمس سنين عشان تشوفوا بس من بقى. الاهلي الاول بكام ب 78 نقطه الاهلي 78 نقطه الوداد الثاني عنده 71 واحد, سي... واحد نقطه برضه اهلي ووداد اه, آه. الاسبيرانس التونسي الترجي عنده ثمانية وخمسين الثالث الأربعة وخمسين الرجاء المغربي الرابع نهضه بركان المغربي عشان كان بطل الكونفدرية عنده أربعة وخمسين دول الخمسة الأوائل في التصنيف أقرب نادي للنادي الألي هو نادي الزمالك السابع الزمالك السابع بخمسة ب 43 نقطه اقرب نادي مصري للاهلي هو الزمالك 43 نقطه وبعديه اربعة 34 نقطه هيخش في الخامس لا ده الزمالك السابع وبيراميدز التاني انت استبعدت الاهلي والوداد بالتصنيف يدخل لو... يدخل الترجي والرجاء تستبعد الاثنين يدخل نهضه بركان لا لا آه لو كسب واحد منهم اه من يدخل آه. يدخل نهضه بركان ورامين. تستبعد ماميلو سان ما بعد صن داونز ما زينب الكونغولي. اه. يعني و... فرصه الزمالك مش بعيدة. هتيجي الا اذا كسب بطوله الا اذا كل الناس دي كسبت بطولات. لا بطولة. او اذا هو كسب بطوله. او اذا كسب بطوله <applause> 23 او 24. او 24. هي دي غير كده يبقى يستنى 20 29 لان البطوله بعد 2025 هتتلعب 20 29 اربع سنين. عشان تشوف الراجل انفنتينو لما قال لهم النهارده في رواندا ان البطوله هتضاهي حت او تنافس بطوله المنتخبات عارفين ال 12 من اوروبا اللي هيبقى فيها طحن بجد بقى ال 12 نادي في اوروبا ريال مدريد وتشيلسي دول ضمنوا الاثنين هيشتركوا دول بطل نصه ال 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 21 و22 بطل 2023 و24 الفرق اللي وصلت للدور قبل النهايه لان انتوا زي ما انتوا شايفين ان كل التصنيف مش بس البطل انت بتاخد نقط عن كل مشاركاتك فمن المتوقع حسب نتائج الاربع سنين الاخيره مع الريال وتشيلسي مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان ليفربول وفي ريال و آ... عندك البايرن البايرن والانتر وميلان ونابولي وبنفيكا دي تقريبا ال12 نادي اللي هيكونوا موجودين وفقا للنتائج الاخيره سواء في الدوري الاوروبي او في دوري ابطال اوروبا يعني عندك 12 نادي الصفوه بتاع اوروبا الصفوه بتاعت اوروبا الحقيقيه 12 نادي دول هيبقوا موجودين في البطوله اسيا خلاص منها الهلال الهلال السعودي بطل النسخه بتاعه 21 هيشارك لسه بقيه الابطال اسيا لكن زي ما بقول لكم دي بطولة هتضاهي بطولة المنتخبات بقوة شديدة بطولة المنتخبات عشان نخرج منها سريعا البطولة هتزيد من 32 نادي ل 48 نادي 48 منتخب آسف ابتداء من كاس العالم 2026 اللي هتستضيفها أمريكا وكندا والمكسيك هيبقى فيه 48 دولة أفريقيا هتاخد تسعة تسع مقاعد لافريقيا بدل ما كانوا خمسه ده تسعه وتلت <applause> تقول لي ليه تسعه وتلت؟ هقولك لك اه في ملحق تسعه ونص تسعه وتلت في في مقعد هتتنافس عليه ثلاث قارات افريقيا ليها تلت منه فممكن يكون افريقيا عشر. يبقوا عشرة آه. عندها تلت الفرصه لكن مصر لما يكون كاس العالم هيتاهل له تسع دول متهيألي عيب قوي ان احنا ما نبقاش موجودين هتلاقي <applause> نفسك مع ان انا قعدت <applause> امبارح في مقاله وانا بعد الدول اللي هي اكثر استقرارا مننا والمنتخبات بتاعتها اقوى مننا دلوقتي لا دول مش تسعه ده في 12 منتخب افضل منك دلوقتي في حضورهم ومستواهم وجاهزيتهم وكله فعلينا ان احنا نلحق نفسنا بجد نلحق لا نلحق نلحق نفسنا بجد الاهلي خلى الاشقاء العرب مدركين قيمه الاهلي ولما الاهلي شارك في كاس العالم للانديه بمكافاه السماء اللي انا بقول لكم عليها اللي ربنا اسعد بيها جماهير الاهلي في لحظه كان جمهور الاهلي محتاج الفرحه بصراحه يعني الاهلي لحظه زي ما المهندس عدلي قال قبل الفاصل افخروا بناديكم لحظه وانسوا اللحظه هي دي اتعلموا من دروسها برضه تاني عشان ما من... لا هنتعلم من دروسها ضروري طبعا